هروح لفقرة نحكي فيها عن الأخلاق وكيف نحن قادرين اليوم نبنيها بأطفالنا. وقت منقول مجتمع، نحن اليوم عم نحكي عن أبناء هنن أساس هذا المجتمع، ولحتى يكونوا أساس صح بالمجتمع فاليوم المسؤول الأول هنن الأهل ليزرعوا بذرة الأخلاق الكريمة، بذرة السلوكيات الصحيحة. رح يكبروا هدول الأطفال يا هادي ويعطوا المجتمع من هي البذرة السليمة، مو بس المجتمع. بيوم الأيام في واجب رح يرد للأهل، ودائما نحن بنقول يلي زارع صاحبي أو أطفاله بتلاقيهم بس كبروا بيشيلوا بأهلهم بيعطيوا بيرجعوا الواجب، وبالنهاية بنقول الله يرحم يلي رباك. أكيد من الأمور اللي كتير مهمة على الأهالي خلال شهر رمضان المبارك أنه يعززوا القيم الروحانية والإنسانية والدينية بحياة أطفالهم، يحكوا لهم عن قيمة شهر رمضان المبارك، ليش نحن عم نصوم وقديش نحن إلنا أجر وثواب كبير عند رب العالمين. وأكيد كل هذا الشيء لحتى ننشئ جيل سوي نفسيا اجتماعيا، لحتى يمكن يكونوا بالمستقبل شخصيات أفضل بسلوكياتهم بتصرفاتهم. وأكيد هذا الشيء بحاجة لجهد وصبر كتير كبير من الأهالي. رح نحكي تفاصيل أكثر مشاهدينا كيف ندرب أطفالنا اليوم على الصيام، تفاصيل كثيره رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الاختصاصيه التربويه ولا لحلح. صباح الخير. صباح ورمضان كريم. رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. صباح الخير استاذه ولا. رمضان كريم عليك، كلكم بخير وعليكم بالخير والصحه امين على الجميع يا رب. يكون هذا هيك الشهر شهر الخير وشهر الغفران لكل الناس. وقت نقول قيم اخلاقيه، هذا مصطلح بيشمل الكثير من خلينا نقول البذره السليمه للأطفال كرمال نحن نطلع وننشأ عليها. خلينا نعرف بداية شو يعني قيمة أخلاقية. هلأ القيم الأخلاقية بتعريف بسيط هي الصفات الإيجابية، هي الصفات الحميدة يلي يفترض نحن نكون تربينا عليها، وكمان نربي أبنائنا على هي القيم الأخلاقية مثل الحب، المحبة، التسامح، التعامل مع الآخرين بكل أخلاق، إبعاد الأذى عن الآخرين، الامتنان والشكر إن كان للناس وكمان لرب العالمين. فنحن بس نربي أبنائنا على هي القيم الأخلاقية، على هي الصفات الإيجابية يلي هي من الفطري من الطبيعي أنه نحن نتحلى بالقيم العالية وبالأخلاق الإيجابية. أما الغير الطبيعي أنه نتحلى أو نتعامل أو نربي أبنائنا بعادات سلبية بصفات سيئة. طيب استاذه ولاء، خلينا نوضح لمشاهدينا اكثر شو هي الاستراتيجيات او الطرق او النقاط الاساسيه اللي لازم يمشوا عليها اليوم الاهالي لحتى يمكن يعززوا هي القيم بشكل صحيح عند اطفالهم واكيد بعمر صغير. هلا للامانه موضوع التربيه هو الواجب الاول والاساسي على عاتق الاهل ان كان الام او الاب. ما فينا ننفي دور الام او ننفي دور الاب، لا، يفترض الام والاب يتعاونوا مع بعض ليربوا هذول الابناء تربيه صحيحه وسليمه. في عنا عدة استراتيجيات. النقطة الأولى والأهم يلي هي الحوار، الحوار والتوضيح. أنا لما بوضح لابني السبب، لما بوضح لابني الفكرة الكافية، لما بوضح له آثار هذا العمل إن كان سلبي أو إيجابي، فبالتالي ابني رح يوصل لفكرة كافية وشاملة عن هذا الأمر. يعني على سبيل المثال نحن اليوم بشهر رمضان المبارك، فلما الأم أو الأب بيشرحوا لابنهم فوائد الصيام، ليش نحن منصوم، شو الأجر يلي رح ناخده من هذا الصيام، الفوائد الصحية والجسدية للصيام، بالتالي الابن رح يصير عنده قناعة كافية أنه أنا يفترض أن يصوم. وكمان الاستراتيجية الثانية اللي هي الترغيب والمكافأة. يعني أنا ممكن إذا كانوا أبنائي بعمر صغير فأني أحفزهم على الأعمال الخيرة، على الصيام، على الصدقة مثلا، على التعامل مع الآخرين بمحبة وود، وكافئهم أنه أنت لأنك عملت هذا الفعل الإيجابي فأني رح كافئك بهي الهدية مثلا. والاستراتيجية الثالثة اللي هي الإقناع، الإقناع إن كان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، لأنه كلنا بنعرف الأطفال بالمراحل العمرية الأولى من عمرهم بيكون عندهم القدوة الأساسية والمثال الأعلى هن الأم والأب. فلما الإبن اليوم بشوف أمه أو أبوه صادقين بأفعالهم، بمحبتهم، بكلامهم، وبالتالي هذا الإبن حتما ما رح يكون عنده كذب ولا رح يعرف شو يعني الكذب، بالعكس رح يتعامل مع الآخرين بكل صدق وبكل محبة. ليش؟ لأنه هو ببرمجة عقله الباطن متأكد 100% أنه ماما وبابا هن من الصح وأنا عم أتصرف مثلهم وبالتالي ما عم أغلط. أما الاستراتيجية الرابعة اللي هي آخر شيء نحن بننصح فيه يلي هي ممكن العصبية نوعا ما أو أسلوب التهديد،
يعني نحن اتبعنا كل هدول الاستراتيجيات اللي ذكرناهم وما لقينا نتيجة. فرضا ابني عنيد كتير ما نفع معه لا الحوار لا الترغيب لا المكافأة، فأنا ممكن ألجأ لأسلوب التهديد أو العصبية بتعاملي معه كرمال فهمه أن أنا بدي عاقبك اليوم لأنك عملت هذا الفعل السلبي، أنا بدي عاقبك اليوم لأنك كذبت. اشرح له ووضح له الفكرة الكافية لحتى هو يعرف الصح من الخطأ، وطبعا هاي الأمور كلها رح تنعكس على الأسرة كبداية صحيح، رح تولد محبة بين الأخوة وبالتالي رح تنعكس حتما على المجتمع. ومثل ما قلتي أستاذي ولاء، هاد القيم الأخلاقية أثار كتير مهمة بداية على الأسرة على الأهل وعلى الأخوة وبعدين على المجتمع، والعكس صح صحيح. اليوم البذرة الغير سليمة كمان رح يكون أثاره جدا سلبي. ما بين السلبية والإيجابية خلينا نحكي عن التأثير على الأسرة بداية وعلى المجتمع. هلا بالبداية لما الابن يكون متربي ضمن عائلة سليمة ضمن بيئة إيجابية ضمن بيئة مناسبة بعيدة عن المشاكل بعيدة عن الخناق بعيدة عن الخلافات ما بين الأم والأب، لأنه هاي الأمور كتير بتترك أثر سلبي نفسي عند هدول الأبناء. بالتالي لما يكون هذا الابن متربي ببيئة إيجابية بأخلاق عالية هذا الشيء أولا رح ينعكس على تعامله مع أخواته صحيح. على تصرفاته بين أخواته، والعكس صحيح. لما يكون في مشاكل في خلافات في نزاعات ما بين الأم والأب بالتالي هذا الطفل رح يصير عنده ردة فعل سلبية ردة فعل نفسية ممكن تولد غيرة سلبية ما بين الأخوات ضمن العائلة الواحدة وبالتالي حتما هي الأمر إن كان سلبي أو إيجابي رح ينعكس على المجتمع، لأنه الأخلاق رح تظهر بتصرفات هذا الابن الأخلاق رح تظهر بسلوكياته بتعامله مع الآخرين بكافة علاقاته إن كان بين أخواته إن كان ضمن المدرسة وحتى مستقبلا رح تكون هي الأمور تراكمية رح تظهر بعلاقاته المهنية وكمان بعلاقاته الاجتماعية. فالبيئة الإيجابية الصحيحة التربية السليمة الأخلاق العالية هي أساس بناء المجتمع. كل ما كان في عنا أفراد ضمن المجتمع مثقفين واعيين بيتعاملوا مع الأمور بكل إيجابية بكل تفاؤل بالتالي نحن رح نؤدي لزيادة نمو الوعي الاجتماعي صحيح. وكمان لأنه من هون بنستنتج أنه الأخلاق هي الأساس ببناء المجتمع وتطور هذا المجتمع ككل. طيب خلينا نعطي أمثلة لكلام حضرتك للقيام بشهر رمضان المبارك، شو فيكي تخبرينا؟ إن شاء الله يا رب رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع. هلأ أهم الأمثلة اللي ممكن نعطيها خلال شهر رمضان، فرضا الأطفال بعمر مبكر فالطفل بشوف أمه وأبوه عم يصوموا ممكن الغيرة الإيجابية ممكن هو من حبه لأمه وأبوه يقلهم أنه هو بده يصوم. طبعا هون الأم والأب هن أدرى بعمر هذا الطفل ممكن يصوم لفترة الظهر أو لفترة العصر حسب العمر لهذا الطفل. المثال الثاني مثلا الصدقة اللي هي كتير أمر ضروري بكافة الأشهر مو بس بشهر رمضان المبارك، لكن ليش نحن منركز على الروحانيات بهذا الشهر؟ لأنه ربنا اختاره وكرمه عن باقي الأشهر. فمثلا الصدقة على سبيل المثال أنا بدي أتصدق أعطي مثلا مبلغ من المال أو حتى بصحن من الطعام، فأنا خلي ابني أعطي هاي الصدقة لابني وقال له ماما روح أنت أعطي الصدقة لفلان أو روح أنت ودي صحن هالأكل مثلا لجارتنا، وهون بشرح له لابني وبوضح له شو مفهوم الصدقة وليش نحن عم نتصدق. يعني هاي عطينا مثالين ضمن هذا الشهر ومثالين كتير قراب للمجتمع. كمان المثال الثالث مثلا أنا لما بكون محبة لأبنائي أنا لما بكون بتعامل مع أبنائي بروح حلوة بالصبر. الصبر اللي هو أهم العبادات بشهر رمضان، لما الأم تعلم أبناء الصبر وبالتالي رح يكبر هذا الطفل ورح تترجم هاي الأخلاق كلها إن كان صبر أو صدقة أو صيام أو محبة أو كل هاي الأخلاق رح تترجم وتبقى معه تنعكس معه، لأن الأم والأب هن مراية للأبناء. فبالتالي مثل ما زرعوا الأهل مثل ما غرسوا بأبنائهم هي القيم رح يحصدوها مستقبلا ورح تكون هي بالنهاية خلينا نقول أمانة أيضا لأبنائهم يعني بالسلبي والإيجابي. اليوم الأطفال صار في شوية خلينا نقول بسبب الضغوط تغيير الأوضاع اللي مرقت على سوريا يمكن ما بقى عشنا رمضان بالأجواء الصحيحة اللي كنا نحن متعودين عليها. يعني الأمانة اليوم الجيل ظلم يعني وعي ما بيعرف شو يعني مسحراتي ما بيعرف شو يعني مدفع رمضان ما بيعرف هدول التقاليد اللي نحن عشناها وكنا كتير نستمتع فيها إن كنا ننتظر رمضان صحيح. كرمال هدول الطقوس. قد ايه المهم اليوم نحن نرجع بذاكرة الأطفال نحكي لهم عن بيت الجدو كيف كنا نجتمع كيف كنا بهذا الشهر يصير صلاح القصص القرآنية القديمة. قد ايه مهم نركز على هدول القصص اللي هلأ مفقودين للأسف.
ومن هون بتجي أهمية شهر رمضان، أنه بتلاقي توطيد للعلاقات الاجتماعية وكمان توطيد لصلة الرحم. يعني كلنا خلال هذا الشهر الكريم ممكن نعمل عزيمة أو نحن ننعزم عند الأقارب، عند الأهل وعند الأحباب. فخلال هذا الشهر الكريم أنا بدي أوضح لابني، ونحن ما شاء الله يعني عم نتعامل مع جيل كتير ذكي، صحيح. جيل أوعى من عمره، ممكن حط له مسلسل قديم كان فيه ينعرض لمسحراتي، كان فيه ينعرض انه لما ينضرب المدفع الناس بتفطر، ممكن حط له مسلسل قديم يحضر وانا اشرح له. صح. هون بنرجع للنقطة الاساسية هي التوضيح والشرح، فانا بس وضحت الفكرة لابني. ممكن كمان فوانيس رمضان ما شاء الله عنكم مثل الزينة اللي مزينينا، انه هذا الطقس خاص برمضان. لمسحراتي هلا في ببعض الاحياء ضمن مدينة دمشق احياء قليلة لسه لليوم بمر فيها لمسحراتي، ممكن خليه يحضر مسرحية مثلا بتجسد او بتوطد الفكرة الكافية لطبيعة واجواء وطقوس رمضان، يعني مثل التقرير اللي عرضته قبل شوي ضمن القناة الفانوس الصحي. إذا ابني حضر هذا التقرير يعرف انه هذا الفانوس قديم، وهذا الفانوس هو له علاقة بشهر رمضان، هو طقس من طقوس رمضان. وكمان ما شاء الله عنكم بإطلالاتكم ضمن العبايات خلال هذا الشهر، فكمان هو طقس من طقوس رمضان. وحتى الناعم، يعني نحن ضمن الشوارع والأحياء منلاحظ الناعم تمريج الطقس. لا معروس المعروف كل دول قصص. فالأطفال كتير أذكياء بطريقة أو بأخرى، بإقناع مباشر بإقناع غير مباشر بنقدر نشرح لهم هاي القصص كلها. طيب أستاذة ولا، كمان لما نقول شهر رمضان المبارك، يعني نحن نحكي عن شهر الصدقة والإنفاق، اليوم دي مهم نعلم أطفالنا فعل الخير، عمل الخير، يساعدوا أي شخص محتاج ولو بالكلام ولو شيء معنوي ولو شيء مادي بسيط. قديش هذا الشيء ممكن يأثر إيجابا على الأطفال؟ هلا سؤالك للأمانة كتير حلو وكتير مهم، لأنه مفهوم الصدقة للأسف بعض الناس بتفكر أنه الصدقة بس تقتصر على الأغنياء. لا، هي الصدقة لكافة الناس، للفقير قبل الغني. وفي عنا كتير أنواع للصدقة، يعني مو شرط التصدق بالمال، لا، في عنا الصدقة بالكلمة الطيبة، في عنا الصدقة بجبر الخاطر، في عنا الصدقة بمساعدة الآخرين. يعني فرضا كنت ماشية بالطريق أنا وابني مثلا وشفت مرة كبيرة بالعمر أو رجال مسن بده يقطع الشارع، فأنا بمسك إيد ابني أو بنتي وبخليها هي تخليه يقطع الشارع، وهون بشرح لأنه نحن عم نعمل صدقة اللي هي مساعدة الآخرين. وحتى إبعاد الأذى عن الطريق، يعني مثلا أنا ماشية بالطريق وشفت مثلا ممكن حجرة كبيرة أو قطعة إزاز كبيرة ممكن يجي ولد يتفشكل فيها أو نجرح لا سمح الله، فأنا بدي أشرح لأبني إنه ماما نحن لازم نشيلها ونحطها على جنب، نحن عم نعمل إماطة الأذى عن الطريق. مفهوم الصدقة يفترض بالسنوات العمرية الأولى من عمر الأبناء نعزز هي القيمة عندهم ونحثهم عليها بكل الطرق، بكافة الوسائل لازم نعزز الصدقة عندهم، لأنه مثل ما ذكرتي هي الصدقة وهذا الفعل الإيجابي رح يترجم معه كافة فئات عمره وكافة مراحل عمره. طيب اليوم، يعني اليوم في نشاطات للأمانة جدا مهمة، يعني يمكن ما كانت كتير بالأيام الماضية، عم تكون تعودية للجيل الجديد. عم نشوف اليوم الجمعيات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية الخيرية اليوم عم تعنى بثقافة التطوع. اليوم عم نشوف مطابخ منتشرة بكل المحافظات السورية عم تقدم وجبة الأفطار للناس الأكثر حاجة. قديه اليوم نحن مهم نعرف أطفالنا على هي الثقافة، ثقافة التطوع، الإحساس بالآخر، إشراكهم. اليوم التطوع مفتوح للجميع، يعني اليوم تلاقيهم بالحدائق بالأماكن العامة، وفيك بأي سهولة تتقدمي أنت وطفلك تقوليلهم حابة اليوم أنا شارككم بصناعة هذا الإفطار. قد اليوم مهم النشاطات للأطفال. أكيد بالبداية بنوجه الشكر والتحية حب وتقدير لكل هالجمعيات اللي عم تساهم بهي الموائد الخيرية، وإن شاء الله الله يأجرهم ويتقبل منا ومنكم ومن جميع الصيام والقيام. هون بنرجع لمفهوم التربية. أنا لما بربي ابني أنه لازم تساعد الآخرين، لازم تحب الآخرين، لازم تتمنى للناس مثل ما بتتمنى لحالك، فهون رح تكون الصورة بشكل أسهل حتى علي أنا كأم من أني وصلها لابني بالطريقة الصح. مثل ما تفضلتي بأغلب الأحياء أو بأغلب المحافظات السورية عم يكون في خيمات رمضانية. أنا فيني أخذ ابني وروح أنا وابني على هي الخيمة وأخذ معي أي نوع مساعدة. ممكن ساعدهم بفعلي، اني ساعدهم مثلا بالطبخ، بالتحضير، بالتقطيع، ممكن اعطيهم مبلغ من المال، ممكن يعني اي شيء انا قادره عليه ضمن امكانياتي،
ضمن ظروفي المادية، ضمن ظروفي الاقتصادية. يعني أسوأ ما هنالك أنه ممكن ساعدهم بأنه أنا أطبخ معكم، أقطع معكم، وخلي ابني كمان يعمل هذا الشيء في حال أنا ممكن مقتدرة. على الأرض أفضل وقت اللي بيكون هو بإيده أفضل بيكون، في حال أنا مقتدرة وحالتي المادية بتساعدني على هذا الشيء، فأنا بعطي هذا المبلغ لابني وبقول له ماما هي الخيمة الرمضانية، هن عم يطبخوا ويعملوا أكل للناس اللي ما قدرت اليوم أنه تعمل أكل. وهون بنرجع للشيء اللي حكيناه بأول لقائنا اللي هو الشكر والامتنان، إن كان للناس وإن كان لرب العالمين. من هون بيجي مفهوم الشكر والامتنان، إن نحن نتشكر هدول الناس، إن نحن نتشكر رب العالمين إنه الحمد لله على نعمه كثيرة، إنه نحن قادرين. كمان حابة نوه على نقطة كتير مهمة للأسف اللي كتير منتشرة مجتمعنا، مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي عم تشغل حيز كبير من حياتنا ومن اهتمامنا. يعني اليوم الناس أغلب الوقت هي على التليفونات بكافة الفئات العمرية، فبتمنى من ستات البيوت من ربات المنزل في حال أنت قادرة أنه تطبخي صنف واثنين وثلاثة وتكون مائدتك غنية بالمأكولات وبالأنواع الأطعمة المختلفة، الله يعطيك ألف عافية وإن شاء الله ألف هنا. بس بتمنى منكم ما تنزلوا هاي الصور على مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي أكيد. ممكن يكون في أطفال تشوف هاي الصورة وأهلهم ما قدرتهم المادية أنه يأمنوا لهم هاي الاحتياجات. فاليوم الموضوع الوسائل التواصل الاجتماعي كتير عم يشغل الأبناء قبل الأهل. طيب اليوم كلنا بنعرف استاذة ولاء انه الامهات والاباء هنون صوره عن اطفالهم، اطفالهم رح يكونوا مثلهم بالمستقبل بتصرفاتهم بسلوكياتهم، هنون رح يتطبعوا فيهم. ولكن اليوم بتشوفي نسبه من الاهالي بيجبروا اطفالهم على الصيام بعمر صغير وهن ما بيصوموا، الاهل ما بيصوموا. طب قديش هذا الشيء غلط؟ يعني نحن بدنا ننشئ جيل سوي وسليم نفسيا واجتماعيا، بدنا اولادنا يصيروا احسن منا، قديش هذا الشيء غلط؟ لازم يكون نابع من العائلة بداية كرمال الطفل يتقلد فيهم. هذا أكبر خطأ. يعني اليوم الأب فرضا أو الأم ما بتصوم، ده تجبر ابنه أنه يصوم، حتما ما رح يتقبل هذا الموضوع ولا رح يقدر يعرف شو معنات الصيام أو شو آثار الصيام. لما الأب والأم بيكونوا بيصوموا فباللاوعي هذا الطفل رح يتبرمج على البرمجة الإيجابية أنه بهذا الشهر لازم نصوم. أسلوب التعصيب أو الإجبار هذا آخر أسلوب ممكن نلجأ له، لأنه له آثار نفسية كبيرة إن كان حالية وإن كان حتى على فترات بعيدة المدى. فالآثار النفسية الحالية ممكن الطفل يصير عنده عناد أكثر، ممكن الطفل يحب العزلة، يحب الانطوائية، يبعد عن الآخرين. يعني لو مثلا أجوا لعندي قرايبيني أو جارتي يصير عنده عزلة وانطوائية وعدوانية. أما الآثار النفسية البعيدة المدى فممكن تؤدي لاضطرابات نفسية كثيرة، ممكن تؤدي لفوبيا اجتماعية، وممكن هدول الاضطرابات تتحول لأمراض نفسية لا سمح الله مثل الاكتئاب والاكتئاب الحاد والوسواس القهري. انه انا بدي صوم بس لانه ماما او بابا اجبروني على الصيام. لا، انا بحط ابني بشرح له عن شهر رمضان، بوضح له الفكره شو اثار الصيام وشو ايجابيات الصيام لحتى هو يقتنع. فاسلوب الاقناع المباشر والغير مباشر هو كثير ضروري وكثير اساسي انه نربي ابنائنا عليه. كل شيء بالحب اليوم نحن قادرين نتقبله أكثر، قادرين نتعلق فيه أكثر. اليوم القصة ما فيها إكراه أكيد، إن كان بموضوع الصوم وإن كان بتعليم القيم الأخلاقي. اليوم هدول الأطفال هنن أمانة عنا بالنهاية، يعني وهنن ثمرة رح ترجع لنا فيما بعد، فأكيد هاي الأمانة مفروض نحن نأديها على أكمل وجه مثل ما بيقولوا. نتشكر حضورك لليوم، رمضان كريم عليكي، إن شاء الله هيك فطوركم اليوم يكون ظريف. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا فيكم، نورتينا أستاذة ولاء، ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. أهلا وسهلا.